السيده الرئيسه اليوم في دراسه تاعهم مع مجلس الازمات والكوارث والتي تواجهنا من خلال تدخل الهلال الاحمر الجزائري الرائد في عمل التطوع والخير والمساعده لتخفيف معاناه الاخرين وتقديم الدعم اللازم في اوقات الشده، وهذا يعكس قيم يديه لابناء هذا الوطن. ومن خلال هذه الدوره التمويليه التي ستضطر الى اليات تنظيم العمل التطوعي واداره كوارث الازمات، وكذلك تنسيق التواصل بين مختلف الجهات المعنيه وتبادل الخبرات بين مختلف الافراد لمواجهه المخاطر المختلفه. لذا ادعوكم جميعا للمشاركه بفعاليه في هذه الدوره التمويليه ومن خلال ورشه المقامه على اهم الاستفاده من التي ستقدم للعمل سويا في تعزيز ثقافه التطوع. وفي الاخير اتوجه في هذه الولايه فنحن كاملا وراك ومجندون وراك، ونحن في العمل التطوعي والانساني نسعى جاهدين من اجل الغلو في هذا الواقع، لان رئيس الهلال الاحمر الجزائري منذ توليها برئاسه هذه المنظمه ضخت دماء جديده، ضخت مدرسه جديده في هذه المنظمه، وهذا ما شجعنا من اجل الوقوف برايا. نحن هنا في الولايه الاهلنا كنا كلنا مجندون من اجل خدمه العمل الانساني والعمل التطوعي في هذه الولايه. نسعى جاهدين لياخذ صوره جد مشرفه عن الهلال الاحمر الجزائري. وكان اول من انشا البلدان هم المجاهدون البواسل، وكان اول من عرف الشعب الجزائري بعد الاستقلال هم المجاهدون البواسل الذين قتلوا سفر البلدان الاحمر الجزائري وعبروا في الشق الانساني بعد الاستقلال. نبدا ثاني زياره لي في هذه الولايه العزيزه جدا على قلبي. المستفيدين سيفوت 600 شخص راحين يستفيدوا من التكوينات، سواء كانت في الإسعافات الأولية أو في تسيير الكوارث، لأني ديما نأكد ونحط ونأكد على أمر مهم، أنه تسيير الكوارث الطبيعية ماهيش فقط مسألة مساعدات منك تمدي لهم الفرينة ولا تمدي لهم الماكلة ولا تمدي لهم طرق غذائية، هي منظومة في حد ذاتها قائمة يعمل عليها الهلال الأحمر الجزائري بمتطوعيه وبجميع المعدات اللوجستية من مخازن من غرف تبريد وإلى أمور أخرى. إذا اليوم حبينا نكونوا هذا جميع فواعل المجتمع المدني، وهي مش أول ولاية قمنا بها، درنا العديد من الولايات وما زلنا متواصلين، أنه الكوارث الطبيعية تسييرها فيها ما قبل أثناء الكارثة وما بعد الكارثة. قبل الكارثة هي التكوينات اللي غنقوم بها، التكوينات في الإسعافات الأولية، الحملات التحسيسية بالنسبة للمواطنين وبالنسبة كذلك للمختصين. ومن بعد تجيك أثناء الكارثة كيف يمكننا مساعدة الحماية المدنية، مرافقة الحماية المدنية ومرافقة كذلك أفراد الجيش الوطني الشعبي بما أنهم كذلك من المتدخلين في حالات الكوارث الطبيعية، دون أولا أنك تعيقي العمل تاعهم وتخفي من معاناة المواطنين وتكوني لهم سند. هذه ثلاث أمور مهمة ودون تعريض حياتك للخطر كذلك. ومن بعد فيما بعد الكارثة الطبيعية كيف نرافق هذه العائلات المتضررة من الكوارث الطبيعية لمدة لا تقل على 6 أشهر، لأنه اليوم الطرود الغذائية بالنسبة للهلال الأحمر الجزائري هي طرود مدروسة تكفي من 4 إلى 5 أشخاص لمدة 15 يوم، ونحسبوا لها قداش فيها من بروتين، قداش فيها من مواد دسمة، كل الأمور اللي فيها محسوبة. وهذه تكوينات دولية ماهيش تكوينات يعني باش نحكي وطنية ولا نقول لك احنا أنشأنا هذا الشيء، احنا جبنا التكوينات اللي رانا نتكونوا فيها من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، ونحاولوا انه نوصلوا المعلومه لشريحه واسعه من المجتمع. العمل تاع الهلال الاحمر الجزائري في السياسه تاعنا هو عمل افقي، احنا نوصلوا لاكبر شريحه ممكنه لكل واحد يتعلم من عندنا حاجه. غدوه اذا قدر الله كانت كاينه كارثه ولا كان واجب ان ندخلوا حتى في دول الجوار ولا في دول بعيده، يكون عندنا اشخاص مكونين مؤهلين انهم يقدموا حاجه بطريقه علميه وبطريقه مدروسه ودون انه يعرضوا حياتهم للخطر ويعرضوا حياه الاخرين للخطر. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.